البارح نقول لكم كاش حتي تحرك كان الحلوف. اسمع هذا الصباح دابا صوت القرطاس تصيده عند صباحك الله والله ما تقولي لي حطوا جوج ليمونات جوج رمانات طلعت الخطوات ما كاينينش حلوه سبحان الله العظيم ماشي تنقلب في ديك الجوايه كلها ما بلي. السلام عليكم دابا نتكلم على الله نمشيو لبليصه باش نهز الموتور تقريبا بعيده على البلاصه اللي غنمشي ليها بواحد 6 كيلومتر. السلام عليكم صباح الخير لكم صبحتوا في خير في امان الله ديال الناس في الخيمة. فراه كان عندي الحق البارح نقول لكم كان شي حتي تحرك كان الحلوف. اسمع هذا الصباح دابا صوت القرطاس تصيدو مرة مرة كتسمع صوت تاع القرطاس تصيدو فيه شلك الروينة اللي عندي في الخيمة كي داير. شي نسي بنات غادي نفطر بيهم خبيز تاعو تي وحدة تي طيبو ونفطر ان شاء الله تعالى. تي سد عليا في هاد هاد السرد كوشوش تدبل سخون هسك تحس بالبرد. اه الله اه حسين انا شغل بليزة في الناس كاسية يا ساكتة مع الصبح جميل كده صباح زين ما نعسش بزاف ولكن اخاك اون فورم الحمد لله اون فورم. دابا نوض نغسل نصلي شوف ما تقولي جحت لي هادشي بسم الله عند تبارك الله والله ما تقولي جحت جوج ليمونات جوج رمانات الله يعافيه والخير عندنا الله قوي على التصدق الفطر هدا ونهزو معايا الله يعافيه والخير يكون السي عمر هدا يتمنى يكون السي عمر الله يعافيه الخير هدا هاد الصباح هدا نوض كان باش نسد نسد القناة حبي الله غالبا ديال الباب محلول في النيت ولا غيكون حل هنايا غالبا ولا غيكون حل الطبيعة مع الصباح بحكا الحلوف الحلوف هاد الصباح تنسمعهم تصيدو تنسمع صوت الخرطاس تصيدو مع الصباح شوف تبارك الله خلف الزيتون شتا خير هذا خويا داك الجبير مع الصباح يوما غنديكم لواحد البليصة ان شاء الله تعالى تبقى مفاجأة نحاول نمشيو ليها وتكون مفاجأة ان شاء الله داك الكاف الليل يلا خليكم معايا حتى نعاود نجي حتى نتحرك.
باش نعمر القلعة الأمامية الساقية باش نطو الطبيعة إن شاء الله. فيق موقد شوية يمنا ورا هنايا كما كتشوف هي الدخلة هاني عرفتي البحث نمشي تنقلب في ديك الجوايع كلها ما بلي صافي السيد ملي حل الباب يعني راه جا ولا يكون حط ليا مسكين دوك الرمانات وشوشالة الطبيعة كي دايرة اللهم بارك خير هذا السقيمي غنعمر شوف لي سلاح لا يزال مويا سال سالك واصل الله يا زوينة مع الصباح سبحان الله العظيم كاينين جوج العيون هنايا كاين عين اللي كتبان لكم في الجهة هادي اللي كتشوفوا فيها مالحة وعين كاينة في الطور الأخرى حداها حداها واحد خطوات الخطوات ما كاينينش حلوة سبحان الله العظيم نمشي على التكرة المويا غادية عندي تا هاد البويب تا هو تيدخل تما كيف قلت لكم هاديك هي البليصة راه حدا ديك الحجيرة كاين شو راه كروت كدا تبان قلتلك حدا ديك الحجيرة فين هي هادي هادي مالحة كاين واحدة حداها هنا من هاد واحد جوج حجرات اخرين هنايا حلوين وهاد الماء اللي كيخرج من لاكغوط مقسوم على جوج دواور مقسوم على اللي تيدي لدمنات وواحد اخر تيدي لواحد الدوار باش يقدروا يفرقوا الماء بيناتهم هذا راه هو هابط من لهنا دايز من لهنا وهذا هو دايز من لهنايا وكاينه واحد العوينه عاوتاني الفوق عند خونا يونس دابا نمشيو نصورو حتى هي البليصه عندو يا سلام ها المكان كنت ناعس البارح واه الحلوف دار فيا خبلة والله الا دار فيا خبلة البارح الحلوف لاني تداني ماشي هي الخلعة موت الخلعة واحد لقيتها تنسمعو قال درف بحال شي واحد هبط وملي هبط ملي هبط بدا تحس بيه بحال كيلو على الحجر هو طرني تيضرب الحجر من حداه ديال بلاصة مسخوت الوالدي منين داز راه لكن يكون صغير شتي كاين البلاصة اللي دات منا كتبان لكم راه هو الحفرة الأطرس تاع الرجلين تاع الحيوان بطبيعة الحال ايوا هادشي اللي كاين حافظ دابا هو طريقو على الله العروسة ديالنا فين بيتنا هاد الليلة بدا صراحة الله مخلوع تخاف من الحيوانة ولا ما كاينش اللي يقرب لك هنا الحمد لله حيت اول مره كان بعث في هذا القنت هذا الشيء علاش هذا الشيء اللي كاين يلاه السلام عليكم تنجي لكم ان شاء الله تعالى نفطر وديك الساعه يكون خير فتحيه لكم من هذا المنبر هذا ولا كنتي حتى لهنا مازال ما شاركتيش خويا نزل دير الاشتراك
وبارطاجي القناة مع الأصدقاء ديالك أو الصديقات ديالك، فهذا فضل منك، فشرف ليا باش تكون انضمتي للعائلة ديالنا اللي وصلت، اللهم يسر، الحمد لله 1000 مشترك اللي وصلت، وحنا غادي إن شاء الله في الطريق الصحيح. فما عليكم إلا تدعمونا وتزيدوا تدعمونا أكثر وبارطاجيو مع الأصدقاء ديالكم باش اللي كيعجبو بحال هذا المحتوى يقدر يوصل ليه. كنحاول نعطيكم البلايص وفين تقدر تنعسو وفين تقدر تكري إلا كان شي بلاصة بالتكرا أو أي حاجة كنحاول نقولها لكم. هنا غادي نحاول نخليكم مع اجمل ما صورت في مغاره ايمنيفري، واحد المنطقه اللي هي خلابه ساحره بجمالها، بصوت العصافير ديالها، سبحان الله العظيم واحد الطبيعه اللي غنيه وغنيه عن التعريف. غنخليكم مع هذا الصوت والخرير تاع المياه مع هذا الصباح هذا. كنشكر بزاف بزاف الاخ عبد الجليل من دمنات اللي وصل لي بعض المقاطع تاع الفيديو اللي كانوا تاعهم زوينين زوينين بزاف، فتحيه ليه من هذا المنبر هذا. نتمنى من الله يلقى المراد ديالو كيف ما راح قلت لكم. راني حطيت الفيديو السابق تاع دمنات، حطيت النمره ديالته، فاللي بغى يتواصل معاه فواحد السيد اللي هو خالوق ما شاء الله، استاذ، غنقول استاذ في الانجليزيه تبارك الله عنده ما يقول، فكاو هو تيحاول يقلب على العمل، فاللي يقدر يساعده او اللي يتصل به في النميرو ديالو يدخلوا الفيديو نتاع دمنات. اللي ما شافش الفيديو السابق نتاع الليل، فكان واحد الليله مرعبه دازت، واحد الليله اللي كانت صعيبه وصعيبه بزاف صراحه الله، ما قدرتش نعس، كنت تخلعت صحاب لي واش كان شي حلوف واش كانت شي حاجه، ما كنت عارف بالاول في الاول بلي راه حلوف، حتى من بعد عاد تذكرت السيد اللي قال لي الهضره وقيتها بصح، ملي اكتشفتو في الظل الخيال اللي كيضرب ليا في الخيمه بالليل، هذاك هو باش اكتشفت لي داك الحيوان هذاك، ميزتو بينو وبين بين بين الكلب تما فين عرفت بلي راه الحلوف. والصباح كما قلت لكم راه لقيتهم، سمعتهم تيصيد، كانوا كيصيدوه بالقرطاس، تيقلت لهم بالقرطاس حيت تيشكل خطر على الساكنه وعلى الغرس ديال الساكنه في ديك المنطقه. وكيف ما قلت لكم غنخليكم مع هاد المقاطع هادو، غنحاول ما نحيدش الصوت، نخلي الصوت كما هو باش تستمتعوا بهاد الصوت نتاع خرير المياه مع هاد الصباح وزقزقه العصافير والطبيعه ما شاء الله. وبقاو معايا باش نكمل لكم تتمه الفيديو ان شاء الله تعالى. لا تنساوش الاشتراك في القناه، بارطاج، ودعمونا زيدوا اكثر، وصلنا 1000 ابوني اللهم بارك. فباقي لينا، باقي الطريق طويله وطويله بزاف، فلم باقي ما درتش الا القليل القليل ان شاء الله باذن الله. فباقي عده مناطق ما شفناهمش، البلايص اللي ما معروفينش وما عمرك شفتيهم، فاكيد هما اللي غنقدر نمشي لهم وتعرفهم وتعرف التراجيات ديالهم. والسلام عليكم ورحمه الله.
السلام عليكم. دابا نتكلو ان شاء الله على الله، نمشيو لبليصه باش نهز الموتور. تقريبا بعيده على البلاصه اللي غنمشي ليها بواحد 6 كيلومتر. نحاول نهز الموتور ديالي ومن بعد عاد نمشي. خليت الخيمه ديالي، خليت الباكطاج ديالي كله هو هنايا. تنقول ديما استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، توكل على الله تعالى ونمشيو في امان الله. هزت معايا داكشي اللي غيخصني، هزت معايا دوك جوج خبيز ديالي والمسائل ديالي، الماء طبيعة الحال، وزدت معايا داك محلوق باش نسدو ليه كيف كما كان. زدت معايا حتى داك الرمانات جوج اللي حط ليا واحد السيد عافيه الخير، و وسميتو واحد جوج ليمونات، وباش غنفطر ان شاء الله تعالى مع الصباح. حتى حاجة تفطر بيها ومن بعد غنجيب الموتور باش نجي نقدر ندوز من هنايا. هادشي اللي كاين هبقى معنا باش ندوزو هاد النهار التاني ان شاء الله تعالى غيكون هو الاخير في هاد المنطقة هادي. وهنا خليكم باش تشوفوا اجمل الصور اللي التقطتها في هاد المنطقة، وغتكون بداية الرحلة في تتمة الفيديو ان شاء الله تعالى. فبقوا معايا الى الاخير، وهنا اجمل الصور اللي التقطتهم. كنعاود نذكرك فضلا وليس امرا، الى ما اشتركتيش فاشترك معنا في القناة باش تنضم للعائلة اللي وصلت لـ1000 ابوني. شكرا لك.